اتفقنا ان ننظف الشاطئ والها على مود تجي العوائل تزداد المتظاهرين ها، فاتفقنا انه ننظف هذا وتجي العوائل العصريه اكثر شيء يجون ها، والطلاب همين الصبحيه ها، وهنا سوينا ساحات مال طوبه ولعب اي، فهي اقل شيء نقدمه. زين هذا كله سويتوه على حسابكم الشخصي؟ اي على حسابنا الشخصي، ما عندنا متبرع شو اسمه، كله من يمنا مجموعات تتبرع ونسوي. وانا اتمنى من المتظاهرين احنا وعينا وتقدمنا وجاي نشوف، فاتمنى من المتظاهرين ان يلم النفايات وياه، ينظف شارع، ينظف هاي، حتى نوصل رساله حلوه. ان شاء الله مستمرين من 1/10. يوم 24 احنا جينا من الناصريه، اول ما بدينا المظاهرات يوم من يوم 25 لهذا يوم الله، يعني صار لنا حوالي 53 يوم. زين كان ضرب كله على مساحه على جسد الجمهوريه، فحاولنا يعني رجعنا الشغب، رجعنا اخذنا على هذا الشاطئ. يعني هسه احنا هناك بيوت ما عندنا، احنا بيوتنا هنا هسه معسكرين وخيمنا وما ادري شلون هنا. هذا الشاطئ ايه على حسابكم كله، كل من على حساب الشخص، يعني كحدائق كخيم كاكيل كعالم، يعني عالم اللي تحتاجه كل ما على حسابنا، اكو ناس تدعمنا، يعني شو تجيب؟ يجيب اكل، يجيب خيم، اللي يجيب شيء، واللي هنا معسكرين للابد. فعالياتكم اللي يسووها هنا على الشاطئ شنو هي الفعاليات؟ كره قدم، كره سله؟ والله حابين طبعا نغير جو، يعني هي بان الحكومه كل ما بامرهم وببالهم يفكرون المتظاهرين يملون ويرجعون، فاحنا هاي رساله لهم نقول لهم احنا ما نمل، مو صار لنا 52 لو وصلنا 52 مضافي احنا بنروح نلعب طوبه، نلعب دومنه، درقيله، شو نسوي هنا؟ احنا هنا معسكرين بالشاطئ، سموه احنا هذا بيتنا، راح يظل الابدي من يوم ناخذ حقوقنا، من يوم نرجع الى الوطن. والله سويناه هنا باعتبار احنا شلون مثل ما يقول طالعين سفره مرتاحين، واحنا احسن من عندهم. احنا احسن من عندهم بمليون الف قاط، ليش؟ لان احنا قلب على قلب. زين وان شاء الله ان شاء الله ما تهبط معنوياتنا ونطلع ونبقى نطلع. هم داخل الشاطئ من الناصريه ومن البصره ومن اهليتنا ذولا، محافظات على الراس ذولا، هن ماكو فرق احنا بيناتنا، قلت لك لا سني لا شيعي لا مسيحي زين ولا كردي، والحمد لله ماكو فرق بيناتنا. ما يخص هاي النظافه كلنا نتعاون كنا احنا نوقف نتعاون ماكو فرق، والدليل انا من الناس اخبز، يعني الشبابنا اخبز واشنق واكنس، فما يعني ما اضوج ولا ابد، اعتبر بيتي ذولا ولدي هنا وابقى هنا لحد ما تطلع جنازتي ان شاء الله. فدوى اروح لكم واظل باقيه، واني اشجعهم وهم يشجعوني. والله عشري ولد ما مقصرين، نظافه عاليه، وان شاء الله يعني هاي النظافه مال شباب، يعني لو الدوله لو 10 سنوات ما تسويها، جو الشباب هاي الطيبه الوجوه الحلوه، جو هذا اللي يشيل له قطيه، هذا اللي يشيل له شغله، هذا اللي يزرع له زرعه، شاف شباب جمال الحلو مالته صار. صارت يعني كلها احسابهم الشخصيه. طبعا اكيد، لا عشان الدوله تساهم اكيد، هذا اللي يدفع 10، هذا اللي يدفع 5، هذا اللي يدفع 6، هيك وهاي تلتم اصلا، يعني اللي لو الدوله بس شويه تنظر على الشباب، يعني هسه تتخيل هسه الشباب هسه اللي نفس هاي سووا هاي الاعمال سلمهم الدوله. هسه خلينا نفترض هاي الشباب هسه هاي الحلوه اللي سوت هاي شغلات بسيطه على قد 1000 2000 سلمهم هاي الدوله وهاي الميزانيه، شوفوا شو راح يسوون بها. لان اكو نفس انه يحب الوطن، اكو شيء انه يدافع عليه يخليه يتحفز انه يشتغل للوطن، مو انا اجي اخذ بالفلوس واطفر بيهن. متصمين؟ ان شاء الله ان شاء الله، وباقين ان شاء الله. اكيد اكيد، لا اكيد اكيد اكيد، لانه احنا عندنا احنا قاعدين 24 ساعه، اذا خلصنا قانون او خلصنا اي شيء او اعداديه او اي شيء، فاحنا قاعدين لا شغله ولا عمله ولا تعيين، فنجي هنا نعتصم وهم نتونس، هم نشوف الوجوه الطيبه وهالاخوه، هم نساهم وهال الله يمكن علينا ان شاء الله نفعله.